مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الأستاذ طارق الأنصاري. أهلا بكم أستاذ طارق. بداية، نواب أعلنوا اليوم أن موازنة 2021 تجيز بيع أصول الدولة المالية وشركاتها العامة خلال 6 أشهر، كيف يمكن قراءة ذلك تزامنا مع خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؟ شكرا لك ولقناتكم الكريمة. الحقيقة هذا الموضوع والمقدمة النارية اللي حضرتك أشرت لها، أشارت المادة 60 من الموازنة اللي ضمنت مبدأ خطير جدا، وهو التفريط بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وبيعها خلال 6 أشهر، علما أن هذه الأصول شيدت بعشرات المليارات من الدولارات ولسنوات طويلة، وهذه الأصول تباع بعد هيمنة الفساد الخطير الذي يمر ويواجه العراق. كما منح القانون دائرة عقارات الدولة صلاحية بيع الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عن الحصص المائية وبدون مزايدة علنية، وتجهيز المشتري أن وتجيز هذه الفقرة بالمادة 60 من الموازنة أن يستعملها المشتري بشتى الطرق، وهذا يعني عملية فقدان القطاع الزراعي إلى أهم أراضي مملوكة للدولة اللي هي بالأساس أراضي للشعب العراقي، وهذا لا يجوز حتى في القوانين الوضعية والشرعية التي أقرت. نرجع إلى موضوع الموازنة وكيفية تحديدها وكيفية بنائها. دائم للموازنات تبنى على الموازنات السابقة في تحديد مسارات الاقتصاد وكيفية انعاش الاقتصاد العراقي. ولكن هذه الموازنة 2021 لم تبنى على موازنة 2020 لعدم وجودها، وإنما بنيت على موازنة 2019 بنسبة 1 إلى 12%، مما أفقد هذه الموازنة نتيجة التخبط والهشاشة في المنظومة الاقتصادية، أدت إلى عملية ارتفاع سعر الأسعار وبموازنة انفجارية مقدارها 150 تريليون. يعني هذه النقطة حضرتك تطرقت إليها الآن أو فتحت بابها تقودنا إلى سؤال: ما الذي يعنيه أن موازنات العراق السابقة كانت لا تتجاوز 70 تريليون دينار بحسب النائبة عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت، بينما موازنة هذا العام أو عام 2021 ستكون 150 تريليون دينار عراقي؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني مثل ما أشرت لحضرتك إلى أنه موضوع تخطيط والتهيئة لوضع الموازنات يجب أن تكون منسجمة تماما مع النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري بسياسته النقدية والمالية بشكل متوازن. أي بمعنى أنه قوة الدينار العراقي أمام العملات يجب أن يحافظ عليه، والتي هي من أساسيات عمل البنك المركزي. لأن البنك المركزي من أساسياته هو إحنا نقول دائما تداخل الصلاحيات ما بين السياسة النقدية والمالية، هذه واحدة من الإفصاحات بالنسبة لصندوق النقد الدولي. البنك المركزي مسؤوليته هو الحفاظ على قوة العملة والحفاظ على الاحتياط القانوني للبنك المركزي وكبح جماح التضخم، وليس مسؤولية عملية عرض معروض نقدي عراقي بالعملة الصعبة إلى مساد يشوبه الفساد. هذا هو الموضوع، هنا الخطورة. طيب سيد طارق، هناك حديث من لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط، قالت هذه اللجنة إنها لا تملك أي معلومات عن العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة مصطفى الكاظمي. ما مدى خطورة غياب هذه المعلومات عن لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط؟ أشار البرنامج تنفيذ الأداء الحكومي إلى نسبة مخيفة جدا، وهو 17% فارزة 5. يعني هذا أداء حكومي سيء، أي بمعنى أنه لا توجد هنالك كفاءة وكفاءة الأداء لأداء الاقتصاديات ومرافق الدولة في سياساتها بالكامل نحو الاقتصاد.
يعني 17% خلال 6 أشهر أنت عندك، معناه أنه في السنة الأخرى راح يصير عندنا بحدود 35% من الأداء، وهذا أداء هو منخفض لا يستطيع أن يلبي حاجيات المواطن. فتلاحظ أنه القاعدة الذهبية اللي هي يشتغل عليها الاقتصاد العراقي بسياسته النقدية يعتمد على المعروض النقدي، يجب أن يكون متوازنا مع المعروض السلعي، وهنا فقدنا جانب مهم وهو المعروض السلعي. هناك ضغط كبير في مزاد العملة للبنك المركزي، لا توجد مقابلها خدمات وسلع مقدمة للمواطنين، وارتفعت حدود الأسعار بنسبة 20 إلى 25%. هذا الموضوع يقودنا إلى سؤال أستاذ طارق وجنابك خبير اقتصادي، كيف تفسر حديث وزير المالية علي علاوي أن الفقير العراقي والموظف البسيط والمتقاعد العراقي لن يتأثر بارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي؟ على ماذا استند وزير المالية والحكومة على هكذا تصريحات أو هكذا نوع من التصريحات؟ لم يكن موفقا السيد وزير المالية، وأنا رجل أحترمه وأقدره الدكتور علي علاوي، ولم يكن موفقا في هذا التصريح، لأن الأسعار الآن في الأسواق هي بزيادة مضطردة من 20 إلى 25%، وقد تصل إلى أكثر مع عدم إمكانية أصحاب الدخول الضعيفة والهشة والفقيرة والمتوسطة من تلبية أبسط الحاجات الأساسية للمواطن العراقي. هذا هو الموضوع، قبل ما يصدر أي تصريح من أي مسؤول يجب أن يكون قد دخل في السوق المحلية واستطاع أن يضع مؤشرات للبضائع التي يتبضعها المواطن وأثقلت كاهل المواطن. أنه صحيح أنه الرواتب لحد الآن لم تمس، ولكن قيمتها أصبحت بأقل من 20 إلى 25% في السوق، مما أثقل كاهل المواطن. وهذا موضوع قوت المواطن يجب أن يكون ليس خط أحمر، وإنما من المسببات في ديمومة الدول هو أن يكون المواطن هو الدرجة الأساس، لأنه رأس مال الدولة. هو الحقيقة المواطن هو رأس مال الدولة وليس النقد المعروض للفاسدين. أستاذ طارق الأنصاري الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.